بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة يا رب. رجعنا اليوم بمحاضرة رقم 4 في مادة الباثولوجي في موديول الجي اي تي. المحاضرة نوعا ما زنخة زخمة يعني، بس سهلة بعد يعني ما تفهم يعني هيك في إشي فيها السهل فيها الصعب، يعني من كل قبيلة الرجل زي ما بتحكوها. ف no further ado نبلش فيها، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب زي ما احنا عارفين انه اول سلايدات تم شرحهم احنا بالمحاضرات الماضيه، واحنا بنبلش هي احنا عند كرونيك جاسترايتس من السلايد رقم 6، فبتصف المحاضره 20 سلايد. هذا حسنتها اكثر حسنه لها جميله يعني. الكرونيك جاسترايتس يعني احنا راح نحكي عن انه انا عندي التهابات في المعده. الالتهابات في المعده بدها تكون كرونيك، يعني سببت لي مشاكل سيريوس مش اكيوت، ولا انه والمشاكل هاي السيريس راح تستمر لفتره طويله، وليس الشرط انه الانفلاميشن يستمر لفتره طويله. هذا اللي انا شيء استنتجته من اثناء لفهمي الامر هذا. طيب ليش؟ لانه يا مهند، طب مهند انت بتحكي مثلا الكرونيك يعني بده يستمر لشهور او سنوات، مثلا هيليكوباكتر بايلوري ممكن تستمر من اسبوعين لثلاثه فقط، فليش بنسميها اكيوت؟ بقول لك ممكن اضرارها اذا اشتغلت بأضرار جدا قوية من ممكن تستمر لشهور وسنوات. فأنت هنا شو تحكي مثلا؟ بدك تحكي كرونيك صح ولا لا؟ فالكرونيك غاسترايتس راح نحكي عن الأضرار الجانبية تبعت الهيليكوباكتر بايلوري غاسترايتس من الجرثومة الحلزونية، سبايرال ان شيبت كيرف باسيلاي هاي البكتيريا بريزنتن ان غاستريك بايوبسي سبيشمنز. بقول لك لما أنا أخذ بايوبسي من الميوكوسا تبعت الغاستريك سبيشمن راح ألاقيها موجودة. الهيليكوباكتر بايلوري اورجانيزمز بقول لك 90% من البيشنتس وذ كرونيك غاسترايتس افكتنج ذا انتروب، يعني بقول لك 90% من المرضى اللي عنده التهابات في جزئيه الانتروم، يعني الجزئيه السفليه من المعده، وعندهم التهابات في هذه المنطقه، 90% انا بضمن لك انهم راح يكونوا ايش؟ الجرثومه الحلزونيه. بقول لك بالاضافه انه راح يكون انا عندي increased acid secretion that occurs بالاتش بايلوري. غاسترايتس may result in a peptic ulcer، يعني بسبب زيادة الأسيد سيكريشن، بسبب زيادة حموضة المعدة العالية بسبب الأتش بايلوري، في الأتش بايلوري راح يكون أنا عندي سبب إشي كبير أو الإشي بتتميز فيه هاي البكتيريا اللي هو أنها تعمل لي بابتك ألسر، تعمل لي تقرحات معوية disease of the stomach or في الديودينم. تمام؟ الأتش بايلوري infection also confers increased risk for إيش؟ gastric cancer. بيقول لك إنه والله الأتش بايلوري انفكشن، لما انت ولا واحد ينصاب لا سمح الله بالاتش بايلوري انفكشن راح تزداد نسبه انه يصير معك ايش؟ جاستريك كانسر، بسبب الانتربشن انت بتعمله باللايننج وال يعني باثوجينيسيس تبع الاتش بايلوري بيعزز من وجود انا يكون انا عندي جاستريك كانسر. الانسيدنس تبع الاتش بايلوري كوريليتس موستلي كلوزلي with sanitation hygiene during individual childhood. بيقول لك انه انا والله انه الواحد كيف بده مثلا يستبعد او انه ما يسيبه الشغلات هاي، بيقول لك انك حافظ على نظافتك الشخصيه والهايجين خاصه اثناء فتره الطفوله. المورفولوجي شو انا بشوف؟ بيقول لك الجاستريك بايوبسي سبيشمن جنرالي ديمونستريت، بيقول لك انه انا البايوبسي مثلا انا اخذت خزعه واحد انا يعني شاكك انه معاه اتش بايلوري، اخذت منه خزعه، شو انا راح اشوف؟ بيقول لك الاتش بايلوري اورجانيزم از كونسنتريتد بالسوبرفيشال ميوكس اوفرلاينج ابيثيليال سيلز ان ذا سيرفيس اند نيك ريجن. بيقول لك انه والله انا مثلا اخذت الخزعه، تمام، انا عندي على الطبق اللي من فوق راح يكون ميوكس، بعديها السوبرفيشال لاير، بعديها انا عندي الانر لاير والى اخره والنيك. بيقول لك الاتش بايلوري وين بتحب تكون متواجده، وين بتحب تتكاثر وتعيش؟ بتقول على السوبرفيشال ميوكس، وراح بنشوفها بالايش؟ بالنيك ريجنز، تمام، اوفرلاينج ذا سيرفيس، او بنشوفها بالنيك ريجنز يعني بالانثناءات انا بشوفها موجوده غاد بالنيك ريجن. درس الهيستو بيعرف شو هي النيك ريجن، تمام، وبالسوبرفيشال ميوكس غاد انا الايش؟ الاتش بايلوري بتحب ايش؟ تتكاثر. السوبرفيشال لامينا بروبريا انكلودز لارج نمبر اوف بلازما سيلز نيوتروفيلز والليمفوسايتس. ركزوا انه احنا حاليا قاعدين بنحكي احنا عن الاتش بايلوري. الاتش بايلوري شو بتجيب لي؟ خلايا مناعيه علشان تعمل لما يصير انا عندي انفلاميشن، بلازما سيلز، نيوتروفيلز، ليمفوسايتس. ركزوا على النيوتروفيلز زي ما انه الدكتوره ركزت على النيوتروفيلز. بتعمل لي ليمفويد اجريجيتس وذ جيرمينال سنترز، يعني بتحوش لي الليمفويد تيشو مع بعض جيرمينال سنترز،
تعمل لي induced form of mucosa-associated lymphoid tissue المالت that has been potential to transport into lymphoma. يعني بقول لك إنه الH pylori عندها القدرة إنها تحوش لي lymphoid aggregates مع germinal centers بشكل represent as an induced form of mucosa-associated lymphoid tissue. يعني إنه شو يعني المالت هاي؟ المالت هاي والله هي باختصار إنه والله هاي عبارة عن تراكم من lymphoid tissue مع germinal centers بيكونوا بوضع فسيولوجي طبيعي. ولكن بحالات الاتش بايلوري، الاتش بايلوري مرض صح؟ فإذا راكمت لي شغلات زي هيك، هل lymphoid tissue راح تكون صحيحة أو راح تكون بصحة؟ يعني بصحتها؟ يعني إنها تمام؟ بتقول لا، معناته هي بتعمل لي مالت، بس مالت راح تكون ايش؟ مضره. ليش انها ليش مضره يا مهند؟ بقول لك لانه عندها بوتنشال تو ترانسفورم انتو ليمفوما، يعني ممكن انها تروح لليمفوما. وطبعا من حسن الحظ انه المالت قالت الدكتوره كان بي ايراديكيتد وذ انتي بايوتكس، وممكن انها تروح عن طريق المضادات الحيويه. انتستاينال ميتابليزيا، من ممكن انه غير لك السيل لايننج تبع الانتستين الاتش بايلوري. بتقول لي مهند ما هي في المعده، بقول لك واحده مثلا معناته من الباثوجينيسيس انه والله الانتستين مثلا الدودنم القريب اقرب واحد راح تغير لي ايش السيل لايننج. طيب شو النورمال سيل لايننج للانتستين؟ بتقول لي سكويموس سيل ابيثيليوم. بقول لك شو صار بعد الاتش بايلوري انفكشن؟ بتقول لي كولومنر ابزورفاتيف سيلز وبريزنس اوف جوبلت سيلز. عرفنا انستد يعني في السكويموس سيلز صار انا عندي كولومنر ابزورفاتيفز مع جوبلت سيلز. شو اللي بيميز الميتابليجيا بالانتستين؟ بريزنس اوف جوبلت سيلز. زي ما حكينا انه هاي انا هاي لكم علشان ما تنسوها او ما تضطروا تكتبوها معي بالشرح. قلنا المالتي ديفيوز سيستم سمول كونسنتريشن اوف ليمفويد تيشيو، بنشوفها في السب ميوكوسال ميبرينز في مختلف السايتس في البادي. طيب اخذنا انه احنا الانفيزيف علشان احنا نكشف اذا معي اتش بايلوري او لا، انه قلنا بايوبسي صح؟ الانفيزيف قلنا بايوبسي. طب ونال انفيزيف علشان يكون الاتش بايلوري؟ طب لازم انا يكون عندي دايجنوستس كثير صح ولا لا؟ لانه الاتش بايلوري كومن انفكشن، فانا لازم يكون انا عندي طرق للدياجنوستس كثار. زي فيكال بكتيريال ديفيكيشن، يوريا بريث تيست بيست اون ذا جينيريشن اوف امونيا باي بكتيريال يورياز، هذا اخذناه بالمايكروبي. اخذنا انه احنا بصير انا عندي، حبيت بصراحه اني ارجع يعني قطعت وقفت تسجيل وحبيت انه انا ارجع للسلايد مباشره علشان تكون عندكم المعلومه تمام بحكي. فانه يوريا بريث تيست بيقول لك الاتش بايلوري بتعمل لي كثير انا يوريا عندي بالستومك تمام، وبتعمل لي عفوا بتمسك لي اليوريا اللي في الستومك بتعمل لي سبليتنج لها لكربون دايوكسيد وامونيا تمام. فاليوريا بريث تيست بيقول لك انه انا بفوت كربون 13 او 14 تو ذا بيشنت، وبتكون بتشعل لي ايزوتوب للكربون دايوكسيد. فانا لما اعمل بريث تمام، فاليوريا يورياز أمونيا and CO2. فأنا بشوف مثلا لما مصحح كنا أنا بحط كربون لما أنا مثلا يتناولوا المريض، فأنا أخذت هواء وعملت زفير، فأنا قديش طلعت كربون دايوكسيد بيكون معروف من خلال اليوريا بريث تيست. فزي ما إحنا شايفين هنا، نرجع لسلايدات بعد. فباختصار سريع إنه زي ما حكينا إنه أنا بكون عندي يوريا، بتيجي الإتش بايلوري بتقسم لي إياها لكربون دايوكسيد وأمونيا تمام. فانا باجي باخذ ايزوتوب ماده مشعه هدفها انها تعمل لي ديتكشن لقديش انا عندي كربون دايوكسيد انا قاعد بطلعه من الجسم، او في بعض التست طبعا امونيا، او في بعض التست الثانيه هيدروجين. فهي عده تست، فيعني هو ما حد الدكتوره، فيعني ممكن يكون حسب ايونت الهيدروجين اللي انا بطلعها او امونيا او كربون دايوكسيد تمام بالوضع الطبيعي. بوليمريز تشير بعمل انا بي سي ار للبكتيريال دي ان اي علشان اعمل انا ديتكشن. الو افكتيف تريتمنتس انكلود كومبينيشن اوف انتيبايوتكس والبي بي اي. يعني انا علشان انا اعمل افكتيف تريتمنت لاي واحد من هسه بدكم تعملوها، لازم انا اعمل كومبينيشن اوف ثيرابي انتيبايوتكس وبي بي اي تمام. واخذناهم بشكل مفصل في المايكرو تمام، اللي هم اخذنا بي بي اي انه دكتور حمد صار يقول ازولز الانتي بايوتكس، اظن كان اخذنا كلاريثرومايسين وكليندامايسين اظن، بصراحه ناسي معلش كلنا بننسى. طيب الان بنبلش من المرض الثاني الاوتو اميون جاسترايتس. الاوتو اميون جاسترايتس من اسمه
أنا عندي خلل مناعي وليس خلل induced by a pathogen or induced by a trauma. لا، خلل مناعي، وهذا بمثل 10% من حالات الكرونيك gastritis. هذا بشكل عام. حكينا عن الاتش بايلوري انه 70% من 70% تقريبا بالحالات اللي بتصيب الجاسترايتس وين بالانترم. تمام. بيقول لك ان كونترست، بالمقارنه مع الاتش بايلوري، الاوتو اميون جاسترايتس تيبكلي سبيرز ذا انترم، يعني ما بتصيب الانترم، اند انديوسس هايبر جاسترينيميا. يعني الاوتو اميون جاسترايتس بتتميز بانه انا بتخلي لي جاسترين مستويات عاليه جدا في الدم وليس في الاستومك. تمام، وانها تعمل لي سبير، بتعفو، تعمل لي عفو عام، انها تعمل لي انفلاميشن بالانترم. تمام، هذا الفرق بين اتش بايلوري والاوتو اميون. طيب الاوتو اميون جاستريتس بيقول لك تتميز بانه انتي بوديز للبارايتال سيلز والانترنزك فاكتور. طيب شو بتفيدني البارايتال سيلز؟ شو بيفيدني الانترنزك فاكتور؟ هاي الشغلات اخذناها بالهيستولوجي الان والفسيولوجي بمحاضره اليوم برضو. هسه البارايتال سيلز بتعمل لي استيميوليت للجي سيلز. الجي سيلز هي عبارة عن نورو اندوكراين سيلز، يعني هي عبارة عن قناة، أو مش قناة، هي عبارة عن غدة، يعني تفرز إفرازاتها عن طريق سيالات عصبية بتوصلها. هاي هي النورو اندوكراين سيلز. فبتعمل لي جاسترين، البارايتال سيلز بتعمل لي جاسترين. تمام، الجاسترين بروح يأثر لي على الجي سيلز، بيخليها تعمل لي إيش؟ هيدروكلوريك أسيد. تمام، تعمل لي هيدروكلوريك اسيد، والجي سيل بعدين بصير انا عندي، ما عندي، انا عندي كيف اقول لكم، انا فيعني انه ما عندي طريقه انه يتضبط فيها الجاسترين من انه يبطل يطلع، او الجاسترين يصير انا في عندي ريجوليشن. ليش؟ لانه البارايتال سيل اللي بتطلع منها الجاسترين هي عليها انتي بوديز مسكريتها. تمام، فبضل في المحيط، فبضل يعني يظل موجود. فالجي سيلز شو بتعمل لي؟ بتعمل لي هايبر بليجيا، بتتراكم فوق بعض، تعمل لي بروليفريشن فوق بعض، فبالتالي بيؤدي لي انه انا يصير انا عندي ايش؟ تومر. طبعا لا تدققوا على التبييض هذا، التبييض هذا انا يعني لإلي علشان للفهم. تمام، فاللي بده يكتبه كان يركز على كلامي. من هسه انا بكون انا عندي انتي بوديز بتروح على البارايتال سيل، البارايتال سيلز بتعمل لي جاسترين، الجاسترين بيروح يعني بتعمل لي اكسسيف برودكشن اوف جاسترين، الجاسترين بيروح على خلايا اسمها جي بروتين، الجي جلاند، على الجي سيلز، الجي سيلز مسؤول انه يعمل لي هيدروكلوريك اسيد، فمن كثره بيضل يعمل كثير لفترات طويله، فبيعمل لي جي سيل هايبر بليجيا، الهايبر بليجيا بالتالي انا بصير انا عندي ايش؟ تومر. تمام، الانترنسيك فاكتور برضه بتروح لي على انتي بوديز، بتعمل لي على تعمل انتي بوديز على الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور احنا وين بنشوفه؟ بالإيليوم. شو وظيفه الانترنسيك فاكتور؟ انه يعمل لي بي 12 ابزوربشن، يمسك بي 12 ويعمل له ابزوربشن، فبالتالي عدم الابزوربشن ما راح يعمل لي انيميا. طب كيف يا مهند بعمل انيميا؟ بقول لك البي 12 مسؤول انه انا يعمل لي يمنع انه خلايا الدم الحمراء يكون احجامها متفاوته او احجامها كبيره جدا، تكون ماكروسايتيك انيميا، او يعني بما معناه بيرنيشوس انيميا. فبالتالي البي 12 بيعمل ريجوليشن للشيب تبع البي سيل. فالان اذا انا ما بعمل له ابزوربشن، فبالتالي راح يعمل لي ديفيشنسي، فبالتالي شو راح يعمل لي؟ بيرنيشوس انيميا. وهذا شيء بنشوفه في المينوريتي اوف بيشنتس. تمام، الميديان ايج 60 سنه، وعندي فيميل بريدومينانس، وزي ما قلت الدكتوره حكت قالت موست اوتو اميون ديزيزز اوكر مور في الفيميلز. تمام، موست، ما حكت كل، حكت موست. الاوتوميون جاسترايتس سوفنسكيتد وذ اتر اوتوميون ديزيز، يعني انا بقول لك معي اوتوميون جاسترايتس برضو بكون انا عندي شغلات ثانيه. بقول لك هي نفس كل شيء انا حكيته راح تلاقوه هي هنا. بقول لك لوس اوف بارايتال سيلز، وهاي البارايتال سيلز بقول لك سيكريت اسيد والانترنسيك فاكتور، فبالتالي ديفيشنت اسيد برودكشن ستيمولتس جاسترين ريليز ريزلتنج ان هايبر جاسترينيميا، فبالتالي بتعمل لي هايبر بليجيا للانترال جاسترين بروديوسينج جي سيلز، للانترال جاسترين بروديوسينج جي سيلز، نفس اللي انا حكيته ولا راح ولا اجى. تمام، عشان هيك انا حكيت لكم هذا، فاللي بده كان خطوات زي هيك اسهم حكيتها، واللي بده بالسلايدات هيها موجوده هون، اي شيء بندلعكم لعيونكم. lack of intrinsic factor disables الايليال فيتامين بي 12 ابزوربشن زي ما حكينا، لانه انا بعمل انتي بوديز على البي 12، عفوا على الانترنسيك فاكتور، فبالتالي بتبطل اعمل لي ابزوربشن البي 12، ليدنج بي 12 ديفيشنسي زي ما حكينا، هي ميجا بلاستيك انيميا حجم الكبير، شو بنسميه برنيشوس انيميا، ريديوس بالسيرم كونسنتريشن
of pepsinogen 1 reflex chief cell lost. فبالتالي انا برضو في حالات الاوتو اميون جاسترايتس اتوقع ان المفروض تكون جمله لحال. في حالات الاوتو اميون جاسترايتس انه بقول لك انه انا ريديوست سيرم كونسنتريشن في الدم يعني لبيبسونوجين 1، بالتالي بيعمل لي انه انا عندي تشيف سيلز لوس. التشيف سيلز مسؤوله عن انه تطلع لي بيبسونوجين، واللي على الدروب البي اتش بتحول لبيبسين، بالتالي بيعمل لي بريكنج داون للفود في الاستومك. تمام، فاذا انا شفت انه ما عندي بيبسونوجين معناته انا ما عندي بيبسين، واصلا انا يعني عندي اللي بيطلعوا مين؟ التشيف سيلز. فانا عندي بكون انا عندي مشكله بالتشيف سيلز، عرفنا؟ بقول لك بالرغم من انه الاتش بايلوري بتعمل لي هايبوكلوريديا، ات از نوت اسكيتد وذ ا كلوريديا. ايش يعني؟ بقول لك مع انه الاتش بايلوري مع مرور الوقت بعد مده معينه من الوقت، يعني بعد فتره طويله، انه الاتش بايلوري من الممكن انها والله تعمل لي قله في الهيدروكلوريك اسيد في البرودكشن تبعه. يعني بالبدايه زي ما حكينا انا بيكون انا عندي كثير الهيدروكلوريك اسيد، بعدين مع الوقت ببلش يقل يقل يقل. تمام، فبقول لك مع انه الاتش بايلوري مع تقدم الوقت بيكون هايبو، يعني بيكون انا عندي قليل، ولكن انا عندي اتس نوت سكيتد وذ ا كلوريديا. بتفيد النفي، فانه الاوتو اميون انا عندي جاسترايتس بتعمل لي كلوريديا. تمام، اور بيرنيشوس انيميا، يعني الاتش بايلوري ما عندها يعني ما عندها برنيشوس انيميا، وبرضه هايبوكلوريديا مش اكلوريديا، بيكوز ذا بارايتال والتشيف سيلز دامج از نوت سيفير از ان اميونوجاستايتس. زي ما حكينا التشيف سيلز، التشيف سيلز بتعمل لي بيبسونوجين، بتعمل لي بيبسين لما يكون البي اتش انا عندي قليل، والبارايتال هي اللي بتحفز بتعمل لي جاسترين اللي بيحفز الجي سيلز انه يعمل لي هيدروكلوريك اسيد. يعني باختصار علشان مثلا اعتبروها معلومة إضافية هاي علشان مثلا يسهل حفظ الهيستو أو محاضرة اليوم الفيستو الفيسيو عفوا، العملية كالآتي: أنا عندي بارايتال سيلز، البارايتال سيلز شو بتعمل لي؟ طيب أنا عندي تشيف سيلز شو بتعمل لي؟ البارايتال سيلز بتطلع لي جاسترين. تمام، الجاسترين بحفز لي الجي سيلز إنه يعمل لي هيدروكلوريك أسيد. تمام، الآن صار عندي هيدروكلوريك أسيد، البي اتش تبعت الاستومك نزلت لتحت. طيب البي اتش نزل الاستومك نزلت لتحت، معناته انا بتطلع عندي تشيف سيلز، تشيف سيلز بتطلع لي بيبسونوجين، البيبسونوجين لما يكون البي اتش انا عندي قليل بتحول بتكسر ويصير بيبسين، البيبسين بيعمل لي عمليه تحطيم. هاي هي السيلز الموجوده في الاستومك اللي بتعمل لي العمليه التكافليه بيناتهم. ان شاء الله هيك وصلت معكم، هيك بنشرح فيسيوباثو مع بعض. كيف انا معكم؟ المورفولوجي، المورفولوجي اوتو اميون جاسترايتس كاركترايز باي ديفيوز دامج اوف اوكسنتيك. يعني بقول لك المورفولوجي يعني عندي انا ديفيوز دامج اوف اوكسنتيك اللي هو الاسيد برودوسينج ميوكوسا وذين ذا بادي اوف ذا فندس. يعني بقول لك انا بكون انا عندي دامج. دقيق، باختصار انه انا لما يكون انا ايش يعني مثلا ديفيوز دامج اوف ذا اوكسنتيك ميوكوسا، بقول لك باختصار انه انا بده يصير انا عندي اتروفي، فبقل مثلا البلاد سبلاي، بقل النيوترينتس، بقل الابسوربشن، بقل كل شيء، فبالتالي انا بعمل قاعد فيما فيما معناه عمليه الاتروفي، فبعمل دامج للاوكسنتيك ميوكوسا. تمام، والبادي اوف ذا اند فندس في الاستومك، في البادي والفندس في الاوكسنتيك ميوكوسا الاسيد برودوسينج سيلز او الاسيد برودوسينج اريا. الان بقول لك والديفيوز اتروفي، يعني لما انا صار ديفيوز وقاعد بتقدم الاتروفي انا عندي مره على مره، بقول لك الاوكسنتيك ميوكوسا اوف ذا بادي اوف ذا فندس ابييرد ماركتلي ثينت، قاعد تضعف بتضعف بتوهن زي ما تحكي الوهن يعني الضعف، اند روغال فولز ار لوست. الروغال فولز اللي هم الخطوط العريضه اللي احنا بنشوفها في الاستومك بالبادي تبع الاستومك. تمام، The inflammatory infiltrate most commonly composed of lymphocytes, macrophages, plasma cells. حكينا عن ال H. pylori كانت neutrophils. الآن autoimmune macrophages. تمام؟ بدي إياكم تركزوا على الفرق لأنه الدكتورة ركزت كثير على الفروقات بين هذول الاثنين. بقول لك في الكونتراست ال H. pylori gastritis and inflammatory reaction is often, most often is deep وcentered للgastric glands. يعني بقول لك على عكس ال H. pylori، بقول لك يعني الاوتو اميون باختصار انا بكون انا عندي ثين والرجل فولز ار لوست بيعمل لي اتروفي، بس الاتش بايلوري بتعمل لي انفلاميشن ذات از اوفن ديب، بكون على مستوى عميق وبكون على مستوى سنتر. تمام، وين حكينا هذا كله بصير بالانترا. تمام،
بكون في الجاستريك جلانس. البارايتال ويل تشيف سيلز بالاوتو اميون بقول لك اللوست كان بي اكستنسيف ذا انتستينال ميتابليجيا ميد ديفلوب. يعني زيها زي الانتستينال ميتابليجيا زيها زي الايش الاتش بايلوري بصير لها انتستينال ميتابليجيا. والبارايتال ويل تشيف سيلز حكينا انه انا بصير لي عندهم لوست بالايش بالاوتو اميون. طبعا انا ما بحبش الحركات هاي لما الدكتور تجيب لك سطر بالاتش بايلوري وسطر بالاوتو اميون بصير بسوي عمليه عجقه. هذا السطر للاتش بايلوري، الاتش بايلوري حكينا انه ديب وسنترد بالجاستريك جلانس تمام. اما بالاوتو اميون نكمل عليها بقول لك انا بصير عندي بارايتال وتشيف سيل لوست زي ما حكينا وبيعمل لي انتستاينال ميتابليجيا. هذا هو الجدول بيعمل لي ايش عمليه مقارنه بين الاتش بايلوري والاميون زي ما حكينا نيوتروفيلز والسب ابيثيريال سب بلازما سيلز حكينا الليمفوسايتس وماكروفاجز. بالاوتو اميون بالاتش بايلوري انا عندي انكريز بعديها ببلش مع الوقت سلايتلي ديكريزد افتر لونج تايم بات نو ابسنت ما بيروح تمام. اما الاوتو اميون ديكريز تمام ومع الوقت بصير انا عندي absent بسبب انه ما عندي parietal cells ما عندي chief cells. الجاسترين normal to decrease الاوتوميون لا بقول لك انا عندي increased لانه انا بعمل جاسترين والى اخره تمام. بقول لك hyperplastic بكون انا عندي inflammatory polyps عفوا. بالاوتوميون بقول لك انا عندي neuroendocrine hyperplasia. serology الانتيبوديز to H. pylori بقول لك اما عندي هنا antibodies لمين للparietal cells. اما الكومبليكيشنز بيبتيك السر ادينوكارسينوما ليمفوما بالنسبه للاوتو اميون بقول لك اتروفي بيرنشوس انيميا ادينوكارسينوما كارسينويد تومور. هاي شغلات تيجي بالفهم مثلا كارسينويد تومور بقول لك هو تومور بصيب الجلانس. طيب انا كل هذول الجلانس يعني اكيد بده راح يصيبني. ادينوكارسينوما بقول لك بيرنشوس انيميا اتروفي حكينا عنه الاتروفي للطبقات لانه بصير انا عندي ديفيوز تمام ديفيوز للانتيبوديز. طيب جاستريك ادينوماس الجاستريك ادينوماس ار موست كومونلي لوكيتد وين في الانترا وين احنا بنشوفهم في الانترا زيهم زي الاتش بايلوري يعني زيهم زي الاتش بايلوري. ان باي ديفينيشن بقول لك اول جي اي ادينوماس اكزيبت ابيثيريال ديسبلاجيا يعني انا بصير عندي ديسبلاجيا. شو يعني ديسبلاجيا؟ ديسبلاجيا بقول لك يعني اني انا اشوف خلايا في غير موقعهم الطبيعي او خلايا مش على طبيعتهم. Which can be classified low or high grade dysplasia. ممكن أنا يكون أنا عندي تمام. بقول لك both grades may include enlargement, elongation, or hyperchromatasia of epithelial cell nuclei. يعني أنا بطلع على epithelial cells في الستومك بطلع راح يكون أنا عندي enlargement راح تتضخم راح تطول elongation و hyperchromatasia. يعني بطلع عليها بأشوف أنا شكل النيوكليوس أنا أغمق من الإيش الطبيعي. بقول لك بشوف أنا epithelial crowding بشوف مصافات وراء بعض من وراء أنا صار عندي enlargement و elongation. بقول لك أنا راح أشوف pseudo stratification يعني أنا راح أشوف يعني كيف أقول لك الطبقات الوهمية هاي إنه متفاوتة فيما بينهم تمام. بقول لك high grade dysplasia characterize هذا بقول لك ال both grades عن low والhigh grade شو خواصهم. الآن بدنا نحكي عن high grade لحاله بقول لك dysplasia بقول لك more severe أكيد ما هو high grade. cytologic atypia شو cytologic atypia بقول لك large dark nucleus بيكون أنا عندي يعني إحنا حكينا hyperchromasia لا أنا راح يزداد بكثير فيعمل لي إشي بنسميه cytologic atypia تمام. هذا بنسميه large dark nucleus و irregular architecture. يعني اسمع انا قاعد بحكي لك عن high grade dysplasia يعني انا بحكي لك عن اختلاف خلايا او يعني تبعثر خلايا بشكل جدا عالي فراح يعمل لي irregular architecture ما راح تشوفهم بشكل طبيعي او يعني صفوف زي ما احنا بنشوف بالوضع الفسيولوجي neurophysiological including glandular budding. شو يعني glandular budding؟ يعني تفرع للخلايا. الان بورجيكم صورة هي الجلانديولار بادينج. يعني انا لو بنشوف عندي الكولونيكريبت انا عندي واحد تمام بس الجلانديولار بادينج طلع شو بيعمل لي بيعمل لي انقسامات بخليهم يعني بدل واحد بيعملها اثنين يعني بفرعها خلينا نحكي تمام يعني زي عمليه تكاثر ولكن جنب بعض ما بيفترقوا ما بنفصلوا عن بعض تمام. جلاند وذين جلاند من الممكن انه انا يعمل لي يعني في داخل الخليه يصنع لي كمان خليه فهي عجقه كبيره جد. سيريبريفورم ستراكشرز سيريبريفورم ستراكشرز يعني يعمل لي ابيثيليال بروليفريشنز او بيرفوريشنز وذ هولز ابيثيليال بروليفريشنز وذ هولز. الان بورجيكم صوره هاي الكريبريفورم او السيريبريفورم بصراحه مش عارف كيف اللفظ الصحيح تبعها الستراكشر بيقول لك انه عندي تومر سيل بيقول لك انا عندي holes or microcysts في التومر
تمام، وبكون انا عندي ايش ابيثيليال بروليفريشن، تمام، هاي كونكتيف تيشيو، وانا عندي بالنص ابيثيليال بروليفريشن، انا عندي هنا هولز اور مايكروسيستس في التومر. يعني انت بتشوف التومر عباره عن منقط او مخزق، خلينا نحكي، هاي بنسميه ايش شكل كريبري فورم او سريبري فورم، تمام. الجاستريك كانسر، بيقول لك الجاستريك كانسر از مور كومن في اللور سوشيو ايكونوميك جروبس، اكيد لانه ما عندي هايجينز، ما عندي انا اهتمام بالصحه، ما عندي انا اهتمام بنوعيه الاكل، تمام. بيقول لك انه الجاستريك جينز الجاستريك كانسر هو عباره عن مالتي فاكتوريال، يعني بيقول لك انه انا عندي لور سوشيو ايكونوميك، يعني انا عندي عدم الاهتمام، بقول لك والمالتي فوكال ميوكوسال اتروفي اند انتستينال ميتابليجيا، يعني لازم انا يصير عندي انتستينال ميتابليجيا، ممكن انا لازم يصير عندي مالتي فوكال ميوكوسال اتروفي، يعني انحلال في الطبقات العضليه في الجاستريك في المعده، لازم يكون انا عندي ميتابليجيا مثلا تتحول من كولمنر لمثلا سكويماس سيلز الى اخره، تمام، ولازم انا يكون اتضرر من اللور سوشيو ايكونوميك جروبس، يعني انا يكون انا عندي فاكتور المعيشي مثلا، بيكون انا عندي فاكتور بسبب باثولوجي مثلا، لازم يكون انا عندي ماسكولار اتروفي او ميوكوسال اتروفي، برضه فاكتور لازم يكون انا عندي ميتابليجيا، تمام. البيبتيك السر ديزيز داز نوت امبارت ان انكريز ريسك للجاستريك كانسر، بيقول لك انا البيبتيك السر ما بتزود انا عندي نسبه انه انا يكون انا عندي انكريز ريسك للجاستريك كانسر، تمام. الجاستريك ادينو كارسينوماس ار كلاسيفايد according to their location of the stomach as well as gross and histologic morphology. ليش؟ لانه بقول لك يعني حسب اللوكيشن انا بقدر احكي انه هذا مثلا الايش هذا السرطان ايش، بالاضافه انه انا اعرفه بناين من غير بناين، يعني من ناحيه انه انا يعني اميز، يعني مثلا احنا حكينا هنا مثلا بالجاستريك ادينومس حكينا بالانترم، يعني مباشره انا بشوف النورمال هيستولوجي بناين، بقول لك من الانترم مباشره جاستريك ادينومس، تمام. يعني انا مثلا بعطيك برضو جاستريك كانسر مثلا بصير اقول لك او مش حاطين لهم، طيب مثلا بس مثلا يعني بصير اقول لك والله انا اخذتهم من البادي وهذا مالجنت، مباشره انت بتصير تقول لي ما جاستريك ادينو كارسينوما، لانك انت عارف مثلا في البادي تبع الستومك بيصيبني انا الادينو كارسينوما، عرفنا؟ فاللوكيشن جدا مهم، لحد الان اخذنا انه الجاستريك ادينومس شو وين في الانترم بيعطيني كانسر، تمام. بيقول لك اللورن كلاسيفيكيشن ذات سيبريتس الجاستريك كانسرز انتو انتستينال اند ديفيوز تايبس، بيقول لك انا عندي كلاسيفيكيشن، والدكتوره قالت يعني بالمحاضره ممكن اني اسال سؤال اقول لك الكلاسيفيكيشن از ريليتد تو، يعني مثلا يقول لك لورني كلاسيفيكيشن از ريليتد تو وات كان وات تايب اوف كانسر، مثلا تصير تقول الجاستريك كانسرز او بشكل ادق الجاستريك ادينوكارسينوما كانسرز، تمام. فاللورن انا بنقسم له انتستينال وديفيوز تايبس، شو يعني انتستينال شو يعني ديفيوز؟ انتستينال يقول لك انا عندي ماس، انا صار انا عندي عباره عن كتله، اما الديفيوز بيقول لك انا عندي سكاترد سيل في الجاستريك وولز، يعني انا عندي مثلا خلينا نحكي عندي انفلتريتيف جروث باتر، انا عندي عباره عن غزو لبعض الخلايا في مناطق محدده، يعني مش متكتله على بعضها، تمام، هاي بنسميها ديفيوز، يعني متخلخله فيما بينها. الانتستينال هي عباره عن ماس. Cancers to be bulky compared to glandular structures similar to esophageal or colonic adenocarcinoma. بيقول لك إنه composed of glandular structure، يعني أنا بشوف لما أطلع عليه أنا بطلع عليه وبقول لك والله إنه أنا عندي مثلاً أنا عندي هاي gland، تمام، structure، تمام، وبشبه الإسوفيجال والكولونيك أدينوكارسينوما، هذا الجاستريك أدينوكارسينوما. بيقول لك grow along broad cohesive fronts to form either exophytic mass أو unsaturated ulcerated tumor، يعني يا بيقول لك شو يعني exophytic mass؟ بيقول لك يا إنه بكون أنا عندي ماس طالع على مستوى الجلد، يعني بس as a pump أنت بتشوفها، يعني كأنت يعني كيف لما الواحد يصرخ على راسه بتلاقي هيك صار عنده زي هيك طابة صغيرة على راسه، زي هيك هي الإكزوفيتك ماس، إنه طلعت بس عن مستوى الوضع الطبيعي. الألسريت تومر بقول لك أنا طلعت عن المستوى الطبيعي وعملت لي ألسرز، وبتعمل بتطلع لي باس، وبتطلع لي وصار بتعمل لي جرانيوماتوس فاشن حواليها وشغلات زي هيك، عرفنا. النيوبلاستيك سيلز often contain apical mucin vacuoles. Abundant mucin may be present في الجلاند لومينا. زي ما احنا عارفين انه انا عندي اصلا بالجاستريك بالسيلز انا عندي mucin في على الابكس،
تمام. فبقول لك النيوبلاستيك تحتفظ على الميوسين فاكيولز، فبالتالي بتكون اباندنت، بتكون موجوده بشكل كبير وين؟ بالجلاند لومينا. اما عن الديفيوز زي ما حكينا انه المتخلخل او سكاترد سيلز، كانسرز ديسبلاي انفلتريتيف جروث باترن كومبوزد اوف ديسكوهيسيف سيلز لارج ميوسين فاكيولز ذات اكسباند ذا سيتوبلازم اند مش ذا نيوكليوس تو ذا بيريفري. بقول لك بسبب كثرة الميوسين انا اللي عندي، فانا بدفش النيوكليوس للبيريفري وبالتالي بيعمل لي سيجنت رينج سيل مورفولوجي. شو السيجنت سيل مورفولوجي؟ زي ما احنا شايفين هنا انا بدفش النيوكليوس، زي ما احنا شايفين انا عندي رينج هنا، انا عندي هايبر كروماتيك نيوكلياي، وبرضه زي ما احنا شايفين هذا هو سيجنت سيل مورفولوجي. انفلتريتف تومورز بقول لك ايفن ايفوك ديسموبلاستيك. يعني شو يعني ديسموبلاستيك؟ يعني ان بصير انا عندي ديسبوزيشن للفايبروتيك كونكتيف تيشو رياكشن ذات ستيفنس الجاستيك وول. ليش؟ ما احنا حكينا ديسبوزيشن اوف فايبروتيك كونكتيف تيشو اند مي ديفيوز روجل فلاتنينج اند ريجيد. يعني بقول لك انه الروجل فلاتنينج يعني انا عندي خطوط الاستومك راح تروح مع الوقت. ثيكند وول ذات امبارتس ليذر بوتل. يعني بالتالي انا راح يزداد خم للجدار انا عندي، فبالتالي بيعطيني ابييرنس شو بنسميه ليذر بوتل. شو بنسميه يعني ليذر بوتل؟ يعني زي على شكله ابييرنس، على شكل ليذر بوتل شو احنا بنسميه؟ لينيتاس بلاستيكا. لينيتاس بلاستيكا، وهذا زي ما احنا الالسريشن في حالات الماس، تمام الالسر الماس. في حالات الديفيوز زي ما احنا شايفين هنا انه هيو اللينيتاس بلاستيكا، تمام thick whitish in color، تمام الجاستيك وول ماز ماركتلي ثيكند زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين الروغل فولز ار بارشلي روست زي ما احنا شايفين هنا. بقول لك على بشكل جزئي انا خسرت الروغل فولز، ولكن مثلا هيهم هنا موجودين ولكن هنا مش موجودين، تمام. بالنسبه للصوره بي بقول لك سينجت سيلز، سينجت رينج سيلز large cytoplasmic mucin vacuoles زي ما احنا شايفين periphery displaced على الاطراف crescent shaped nuclei بقول لك على الطرفيه وhyperchromatic nuclei وring شو بنسميها signet ring pattern. طيب clinical features بالنسبه للgastric adenocarcinoma بقول لك انا عندي الميل اكثر، تمام للانتستينال تايب، للانتستينال يعني الماس تايب بقول لك 55 الفيميل تو ميل ريشيو، بقول لك الميل اكثر بنسبه 2 ل 1، تمام يعني الضعف. اما الديفيوز جاستريك كانسر سيميلر فريكوينسيز بين ميلز والفيميلز، تمام. بقول لك انه عمق الانفيجن يعني عمق الاختراق والاكستنت اوف نودال حسب الـ يعني النودال and distant metastasis at the time of the diagnosis remain the most powerful prognostic indicator of ايش gastric cancer. بقول لك على عمق وحجم وقديش هل الكانسر عمل لي metastasis يعني انتقل ولا ما انتقل، هل قابل للانتقال ولا ما انتقل، هذا الاشي الموست باورفول انديكيتر على الجاستريك كانسرز اني انا احدد انه والله هل قابليه العلاج راح تكون عاليه ولا قليله. برضه ما ننسى الستيجز اللي هي most prognostic factor for all tumors. يعني stage 0 بقول لك انا بشيله او عمليه ادويه وخلص، stage 1 عمليه مثلا زائد تدخل جراحي، stage الثاني والله راح تطول شوي، stage الثالث مثلا انت بتقول خلص انت last stage ومع الاسف خلص كمل حياتك، تمام عرفنا. فالستيجين برضه ما ننساه. لمفوما يعني benign tumor وين انا عندي باللمف نودز. Although extra nodal lymphomas arise virtually بقول لك انه من الممكن انه يصير انا عندي باي تشيو، عن جد هو ممكن يصير اني تشيو بس حاليا احنا قاعدين بناخذ بالستومك. بقول لك but they do most commonly بالgastrointestinal tract. بقول لك اكثر شيء شيوعا انا عندي بالجي اي بيكونوا particularly the stomach. يعني يا لمفوما بقول لك انا يعني عن جد الجسم مليان lymph nodes بس خلص اكثر شيء بكون في الجي اي وبالضبط يعني particularly وين بكونوا بالستومك. nearly 5% of gastric malignancies بقول لك are primary lymphomas. يعني 5% من gastric malignancies بيكونوا اصليات lymphoma مش metastasis صار لهم، لا primary يعني هو التومر الاول هو الاوريجن، تمام.
The most common of which indolent lymphomas, شو بنسميهم مالتومس. ليش؟ لأنه مثلا أنا زي مثلا ال H pylori أنا بتعمل لي مالت لايك تيشيو وراح تعمل لي لمفوما مع الوقت، فبالتالي إنه يعني هذا predisposing factor، فبالتالي بتعمل لي مالتوما. كارسينويد تومر، كارسينويد تومر يعني أنا عندي تومر وين صار؟ في النيورو اندوكراين أورجان مثل الاندوكراين بانكرياس، نيورو اندوكراين ديفرنشيتد جاسترو انتستانال ابيثيليا مثل الجي سيلز. يعني ممكن انه انا يصير انا عندي جي سيلز بالبانكرياس، بالجي سيلز راح يعمل لي نيورو اندوكراين هايبر بليجيا وبالتالي بيعمل لي كارسينويد تومر. هذا اللي بيصير، جي سيل هايبر بليجيا تومر. تمام. الماجوريتي ار فاوند في الجاسترو انتستينال تراكت، اكثر من 40% بيصيروا بالسمول انتستين. بيقول لك اللوكيشن از موست امبورتنت، زي ما حكينا قبل شوي انه انا والله الادينومس جاستك ادينومس لانه بصير بالانترم، حكينا انه انا الاتش بايلوري وين مثلا بتتراكم، بقول لنا بالانترم. طب حكينا الاوتو اميون جاسترايتس وين، حكينا بالفندس وبالبدي. طيب مثلا هي احنا حكينا الكارسينويد تومور وين بصيروا، 40% بالسمول انتستين. تمام، فديروا بالكم على الاماكن، احفظوهم زي اسمكم. جاس كارسينويد بيقول لك ما بس كيتد وذ اندوكراين هاي سيل هايبربليجيا زي ما حكينا، مثل الاوتوميون جاسترايتس، كرونيك اتروفيك جاسترايتس، زولينجر اليسون سيندروم. هذول يعني الكارسينويدز اللي يعني الشغلات اللي بتنتج منهم الكارسينويدز، كرونيك اتروفيك جاسترايتس، زولينجر اليسون سيندروم، او الاندوكراين سيل هايبربليجيا مثل الاوتوميون جاسترايتس. ال WHO classification بيقول لك low or intermediate grade neuroendocrine tumors، يعني مش malignant، مش صعب، مش high grade، يعني من low intermediate، يعني أموره نوعا ما تقدر تحكي إنه إن شاء الله بسيط. ال important بيقول لك إنه أنا أشوف start within the GI tract to recognize that site within the GI tract، يعني المهم إني أنتبه إنه ما زال في الجاي، ما صار إنه metastasis، ما صار أنا local invasion to other areas. Extent local invasion and also important prognostic indicator. بقول لك يعني اني اكون صريح، اكون عفوا حريص انه الاوريجين تبعه الجي اي، ما صار له مثلا ميتاستاسيس من الريسبيراتوري، او مثلا هو ما ودى لاماكن ثانيه. عرفنا الهاي جريد نيوروندوكراين تومورز، احنا حكينا انه من لو لانترميديت، ولكن هل هنا هل حكينا دائما ثابت في الطب؟ اكيد لا. فبقول لك نيورو اندوكراين كارسينوما، يعني بقول لك او لا باختصار انا بقول انا بفهمكم اياها بطريقه تمام، اللو لانترميديت اندوكراين تومور شو بنسميهم؟ بنسميهم كارسينويد تومور. تمام. اما الهاي جريد بنسميهم نيورو اندوكراين كارسينوما از مالجنت. تمام. ففريكوينتلي ديسبلاي نيكروسيس، بنشوف احنا نيكروسيس ديث اوف سيلز في الجاي تراكت، وموست كومون وين في الجوجنوم. اها حكينا يعني احنا اكثر شيء بنشوف وين الكارسينويد، بنشوفه بالسمول انتستين. بقول لك طيب انا عارف نيورو اندوكراين كارسينوم اكثر مكان بيطلع فيه جوجنوم، بتقول لي 100%. تمام. المورفولوجي بقول لك انه انا بنتج بالانترامورال او السب ميوكوسال ماسس، بنسموهم سمول بوليبويد ليجنز. هسه بورجيكم السمول بوليبويد ليجنز، هاي هي السمول او البوليبويد ليجنز زي ما احنا شايفين زي البوليبس، يعني اذا بتتذكروا نفس البوليبس تقريبا عرفنا. فزي ما احنا شفنا انه كومبوزد، يعني بقول لك انه يحتوي الهيستولوجيك اكزامينيشن ايلاندز ترابيكولوس ترانز جلاندز وشيتس يونيفورم سيلز وذ سكاند بينك جرانيولار سايتوبلازم، زي ما احنا شفناها بينك جرانيولار سايتوبلازم اند اراوند تو اوفال ستيبلت نوكليوس، يعني بتقدر تحكي يا راند يا اوفال. هذا كله يعني بتم شرحه في اللاب. انا بصراحه ما بحب انا اركز كثير بهذا لانه اللاب يشرح فيه بشكل تفصيلي مع صور تحتهم بتكون افضل، او الصور بحيث انه انت تعرف انه هاي الصوره اللي انت بدك اياها، مش تقعد تدور على جوجل من بين مليون صوره. الكلينيكال فيتشرز بيقول لك البيك انسيدنس اوف كارسينويد تومورز از ان ذا 6th ديكيد، على عمر الستين. السيمبتومز بيتم اعتماده بحسب الهرمون بروديوست، يعني حسب اي نورو اندوكراين سيل، هل هي جي سيل، هل هي تشيف سيل، هل هي مثلا بانكرياس، ما بنعرف. مثلا كارسينويد سيندروم is caused by vasoactive substance secreted by the tumor. بقول لك يعني كارسينويد سيندروم، يعني انا عندي سيندروم اسمه كارسينويد caused by vasoactive substances
بيقول لك انه انا بكون انا عندي تومور، عمل لي كوتينوس فلاشنج سويتنج برونكوسبازم كوليكي ابدومينال بين دايريا رايت سايدد كاردياك فالفولار فايبروسيس. لانه ليش؟ لانه هو راح على الاندوكراين سيل اللي بتعمل لي الفيزو اكتيف سبستانسز وكونه تومور، فهو راح يطلع لي كل شيء ريديكولسلي هاي اماونتس، فراح ينتج عن كل شيء بشكل كبير، فبالتالي انا بيعمل لي ايش؟ هايبر بيرميابيليتي، فعمل لي كل هاي الامور. تمام؟ برضو لمعلوماتكم يعني مثلا انا لو صار لو جانا مريض لا سمح الله مثلا على الطوارئ معاه مثلا بانكرياتيك تومور، بانكرياتيك ادينوكارسينوما مثلا، تمام، او بانكرياتيك كارسينويد، راح تلاقي انه هو على طول معاه هايبو، يعني معاه انه والله دائما مستوى السكر في الدم عنده قليل. ليش؟ لانه البانكرياس قاعد بيطلع انسولين بكميات جدا عاليه لانه في تومر، عرفنا؟ طيب زي ما احنا شايفين هنا ايه، تقول لك كارسينويد تومورز فورم في السب ميوكوسال، زي ما احنا شايفين تنمو في منطقة السب ميوكوسال، والمنطقة الثانية شو بلاند سايتولوجي، شو يعني الصورة هاي بنسميها سولت اند بيبر باترن، سولت اند بيبر ابيرنس. ليش؟ بيقول لك انه والله هذا كارسينويد تومور، بيقول لك التكستشر وذ فاين كورس كلامبس، يعني هي فاين زي ما احنا شايفين هون كورس، الخشن اللي هو الخلايا هون كلامبس، فبنسميها سولت اند بيبر pattern. طيب الموست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور للجي اي كارسينويد تومورز بقول لك هو اللوكيشن. مثلا الفورجات كارسينويد تومورز، يعني الفورجات وين هي؟ بالستومك دودينوم اسوفيجاس، تمام، هذول بقول لك ريرلي ميتاستايز وجنرالي ار كيورد، يعني انا خلص بصير بعمل لهم كومبليت سيرجيكال ريزكشن امورهم تمام، فهذا بنحكي لهم بناين، تمام. اما بالميدجت فهي بالجوجنوم والايليوم، وبقول لك اوفن على المالتيبل، يعني انهم اكثر مش بس تومر واحد، لا ممكن اثنين وثلاث واجريسيف، وهذول التومورز جريت ديبث في اللوكال انفيجن، يعني راح يكونوا عميقات مع وراح يكونوا ضخمات، ولا بريسنس اوف نيكروسيس ومايتوسيس وسكيتد وذ بور اوتكم، يعني البروجنوسيس نسبه الشفاء راح تكون جدا قليله، بيكونوا بالجوجنوم والايليوم، فهذا بنسميه مالجنت. الجوجنوم زي ايش؟ زي النيورو اندوكراين كارسينوما يصير في الجوجنوم، صح ولا لا؟ برضو عندي الهند جت، الهند جت يعني بالابندكس والكولوريكتم، هذول ديسكفرد انسيدنتلي، بقول لك يعني عن طريق الغلط احنا بنشوفهم، لدرجه انه ما عليهم لا اعراض ولا بنشوفهم ولا الام ولا كبير ولا صغير، حتى اكتشفناهم صدفه زي ما تحكي. وبالابندكس بقول لك اوكرات اني ايج اولموست يونيفورملي بيناين، تمام، بقول لك يعني بصيروا على اي عمر، خاصه بالابندكس بصير على اي عمر، وهذولا موستلي بيناين يعني حميدي. الجاسترونتستينال سترومال تومور، من الاسم سترومال فميزنكايمال تومور ان اوريجين، بصير بالستومك، موست كومون في الميلز، عمر اكثر من 60. طبعا الدكتوره حكت انه انا بس بدي يعني انه بصير بعمر 60، ولكن انه اللي من عمر 40 سنه وتحت فهي نسبه انه انا يصير انا عندي جي اي سترومال تومور هي 10%. بيقول لك من 75 ل 80% من الجست هاف اونكوجينيك جين اوف فانكشن ميوتيشن، فبالتالي بيعمل لي جين انكودينج للتايروسين كايناز سي كيت. يعني كيف اقول لكم، يعني انا علشان يصير انا عندي تومور او علشان يصير انا عندي ميوتيشن، عن طريق اثنين، يا انها تصير اونكوجينيك يا انها تصير جين اوف فانكشن، يعني هو الجوز 75 ل 80% الجوز، يعني خلص انا صاير عندي لا محاله زي ما تحكي، تمام. ولما يعمل لي انا جين فانكشن ميوتيشن، يعني جين اوف فانكشن عفوا ميوتيشن، يعني انا يخلي جين يعمل لي جين اوف فانكشن، فبالتالي بيعمل لي تايروسين كايناز سي كيت، فهو اللي بيعزز من وجوده. الكلينيكال فيتشرز بيقول لك السيمبتومز ماس افكت وميوكوسال السريشن، يعني بيقول لك ماس افكت يعني انت بتحس مثلا بتحس انه والله ابدومينال بين، والله بتحس بضياق، بتحس بثقل، يعني شغلات اللي ريليتد انه والله انه عندك ماس انت بطنك مثلا، او ميوكوسال السريشن ممكن يصير انا السر. كومبليت سيرجيكال اكسجن هو الهدف الاساسي تبع التريتمنت للوكالايزد، ننتبه لللوكالايزد. البروجنوسيس كوريليتس والتومور سايز ميتوتيك اندكس واللوكيشن، بقول لك انه والله نسبه الشفاء تعتمد على حجم التومور، على انه قديش الميتوتيك اندكس، انه نسبه انقسامات الخلايا يعني سرعه انه قديش يصير كبير، واللوكيشن تبعه. بيقول لك البيشنتس وذ انريسكتبل
ريكيرنت ميتاستاتيك ديزيز، يعني انه بيظل يظهر معاهم، انا مش قادر اشيله عشان اللوكيشن تبعه مثلا صعب، فبالتالي ممكن يستجيبوا للايماتينيب. للايماتينيب شو الايماتينيب؟ بقول لك هذا الدواء، هذا تارجت ثيرابي، فهو عباره عن انهبيتور للجين اوف فانكشن ميوتيشن اللي صارت عنده على السي كيت، للتايروسين كانيز اكتيفيتي للسي كيت اند بي دي جي اف ار اي. مش صح حكينا انه هو تومور بصير له gain of function ل سيكت، للتايروسين كانيز اكتيفيتي للسيكت، صح؟ طيب ليش ما انا مصح gain of function، ليش ما انا اعطي ايماتينب وبالتالي بلغي هاي الخاصيه، فببطل انا عندي gain of function، ببطل انا عندي سيكت، صح ولا لا؟ تمام. شو المورفولوجي كيف انا بشوفه؟ وهذا اخر سلايد، يلا انبسطوا طولنا. برايمري جاستيك جست يوجوالي فورم ا سوليتري ويل سيركمسكرايبد فليشي سب ميوكوسال ماسس. مباشرة لما احكي well circumscribed يعني انه انت بتقدر تحكي انه يعني عنده البوردر تبعه، فها مائل انه يكون benign، يعني ما عمل limit static، ما راح يكون invasive، ما راح يكون انا عندي والله مثلا aggressive. تمام. composed of thin elongated spindle cells or plumper epithelioid cells. هسا الان بنشوفهم، بقول لك يا اما بكون thin، بقول لك انه بكون thin elongated spindle cells، تمام، او epithelioid cells. وزي ما احنا شايفين هنا الان بنورجيكم اياها مباشرة، انا هنا بشوف epithelioid cells او هنا elongated spindle cells، تمام، زي ما احنا شايفين هنا well circumscribed، وانه انا والله مثلا عندي tough mass اللي هي solitary mass، وهنا عندي fleshy او fleshy mass بتكون. تمام، هاي كانت الجست. الموست يوسفول دايجنوستيك ماركر للسيكت كونسيست وذ ريليشن شيب بتوين الكاجل سيلز والانترستيشال سيلز اوف كاجل. يعني بقول لك انه انا والله عشان اعمل دايجنوستيك ماركر، خلاص اتاكد انه هذا جست او اعمل سيكت، بقول لك انه انا بشوف بالانترستيشال سيلز، بشوف انا بالجي اي تي كاجل سيلز، وانا من غير المفروض اني اشوف كاجل سيلز، ف انا بشوفهم عن طريق الاميونوهيستوكيميكالي ديتكتبل ب 95% من هذول التومورز. انا هيك حسب فهمت بصراحه من قالت الدكتوره، يعني انه الكاجل سيلز. الله يعطيكم الف عافيه، خلصت المحاضره، تقبل الله صيامكم وصياما مفطورا. حلو الكلام هذا، شايفين لما انا دش ساعه، لما تكون الساعه 6 ضايل 40 دقيقه، هانت 45 دقيقه، هانت صياما مقبولا وافطارا هنيئا، وأدام الله عليكم صحتكم، ووفقنا الله في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الأيام الفضيلة، وعسى أن يرزقكم جنات النعيم بإذن الله تعالى، ورحم الله من فقدناهم، ودمتم سالمين، وأدام الله عليكم صحتكم، ووفق دربنا وسدد خطانا يا رب، اللهم آمين وآمين وآمين. دمتم سالمين، ولا تنسونا من صالح الدعاء، دمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم.